حبيبي محمد متى لذلك المقام وصول، ولقد فنى صبري وزاد تشوقي، ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب ثم إليه سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعدت بهذا اليوم وبهذه الساعة وهذا الشهر المبارك العظيم، شهر القرآن وشهر المحبة. وفي هذه الزاوية العامرة كلفت من طرف سيد رئيس الجمهورية أن أحضر هذا اللقاء، وهو لقاء بالحقيقة تاريخي، لقاء ديني سمح في هذا الصرح وهذه الزاوية العامرة. نشكر السيد الشيخ وكل القائمين على هذا الصرح، هذا يعني يعتبر صرح مفخر للجزائر ككل والأمة الإسلامية. جد مسرور وفرحان بهذا الزاوية وهذا اللقاء هذا وهذا الوجوه النيرة، وعلى رأسهم السيد الوزير والسيد الوالي والسيد رئيس المجلس والإخوة. نطلبوا إن شاء الله ربي إن شاء الله يكون هذا المسار عام وأعوام إن شاء الله، لأنه السنة حميدة، والسنة الحميدة كل واحد يتمنى أنها تتكرر وتتكرر سنين وسنين إن شاء الله إلى أن يرد الأرض من عليها. ونشكر القائمين ونشكركم أنتم كذلك على هذا الحفاء وهذا الاستقبال وهذا يعني العطاء للدين وأهل الدين، وبارك الله فيكم.